وصل صوتك. بكل حب نحب نستقبل معالي وزير الثقافة المحافظة على التراث سيد مهدي. مبروك، مرحبا بك على موزاي كفام. شكرا. ونبدأ فرحان برشا راني كي نستقبلك واليوم نحب نحكي على الأزمة هذية، ومن بعد باش نرجع نحكي على مشكلة السينما، ثم نحب نحكي في الآخر على مهرجان كارتاج اللي نأكدوا أنت اليوم جبت لنا خبر حصر على موزاي كفام، هو تعيين مدير للدورة الحالية لمهرجان كارتاج الدولي. قبل كل شيء، أزمة الجناح التونسي بدات مفاهمة في بيروك انت. نعم. مع المنتجين جاوك ولكن انت قلت لهم اوكي ومنيتهم برشا وهذيك يمكن الغلطة. ليس الهادي منيتهم صحيح، ولكن هم ايضا منوني وسأعود عليش هناك غلطوا. لا كبرونا انتظاراتنا. وعلى الانتظارات هذيك اللي كانت انتظارات مبالغ فيها، بنينا سيناريو، الفرضية هذيك تسحبت وما عادش قائمة، السيناريو لابد أشي تعدل. على كل حال أنا بالمناسبة قبل ما نجاوبك على كل أسئلتك، وأنا سعيد أني نجاوبك بكل على كل الأسئلة وبكل صراحة، وقد أتحمل فيها أيضا مسؤوليتي فيما سأصرح به، نقول أنا نوجه عبارات التهنئة للهيئة الجديدة اللي ترأسها سيريدا التركي. كلمتهم ولا لا مع الوزير؟ كلمتهم تقريبا ساعة ونص، كان مع لي معه لقاء، هذا حصري والله، كان مبرمج باش يكون معنا اللقاء، باش يكون هنا سبق غرفة المنتجين التي استعملت هذه الورقة في حملة انتخابية على أساس التجديد لها. للأسف هذه الحملة عاقبتها. تقصد نتكلموا خشبوش، نتكلموا بصراحة، تقصد المنتج نجيب عيد هو اللي حاول يستعمل؟ الهيئة القديمة أرادت قبل يوم عقد المؤتمر أن تعقد ندوة صحفية وتستعمل هذه الورقة ورقة انتخابية وتم تسييسها، ولكن للأسف انقلب السحر على الساحر. سي مهدي، معناتها اصلا ما حسيتش انه الغلطه جات منك انت، معناتها خلينا نحملك شويه مسؤوليه، لانه انت وقت اللي يحكيوا معاك تعرف انه القرار نتاع الافلام التونسيه باش تتاخذ ولا لا ماهوش في يد المنتجين. فوقت اللي منيتهم حقك انت ما قلت لهمش، قلت لهم نستناو قرار ومن بعد نتحركوا. سيدي على اساس كانت فرضيه كبرى، هي كانت فرضيه كبرى، فرضيه كبرى على امكانيه وارده، معناها كانت وقتها امكانيه وارده جدا ان يكون احد الافلام التونسيه الطويله او القصيره وتواصفات حياتي التفاصيل التقنيه والفنيه يقع اختياره في المسابقه، وعلى اساس انه الالتزامات وكراس الشروط للمشاركه متاعنا تكون واضحه ودقيقه، ولكن تبين فيما بعد انه الافلام التونسيه لم تكن حاضره في المسابقات الرسميه، وان هناك رغبة في عدم الذهاب إلى توافقات وكراس شروط واضح، وهذا لأسباب تعرف دونك الغرفة كانت شمعناتها؟ لا لا نقفوا هنا، شمعناتها كراس شروط غير واضح؟ يعني وجود تلاعب الأموال العمومية، وجود مناطق للفراغ. لا لا سيد الوزير، ما اللي تسميه أنت مناطق فراغ أنا نسميه تلاعب الأموال العمومية، من يستفيد من الفراغ هو اللي يلعب على الفراغ. جائز. المنتجين عبروا على غضبهم، حملة استياء كبيرة. ديجا التنبيه ما جاكش من عندهم هما، جاك التنبيه من عند حزب سياسي وهو الاتحاد الوطني الحر. معقول هذا؟ من خالد شوكات اللي هو معناتها مشرف على مهرجان روتردام. معناتها انت تقول هذا وانا اعلم هذا، ولكن الناس لا يعرفون هذه التفاصيل، وربما قد تكون هناك علاقات شخصيه، ومن حق خالد شوكات ان ان ان, أن تكون له علاقات شخصيه مع السينما التونسة، مع المخرجين، مع المنتجين، ان يستدعي من يشاء وان لا يستدعي من يشاء، هذا من حقه، ولكن اعتقد انه كان فيه خطا بالمعنى اللياقي للكلمة أن تتوجه الغرفة أو بعض منها إلى حزب، وأن يتوجه الحزب في شأن ثقافي، كأنه صار المسألة سياسية. سيدي علما وأنني أنا إلى حد الآن لم ألتقي بأي حزب، وأتحدى هذا بما فيها الترويكا، ولم ألتقي أي مسؤول حزبي، وأحاول تماما أن تكون قاعدة تعليمات بالتليفون. يستحيل
الترويكا حتى من الترويكا يستحيل حتى من السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة يستحيل أنه كلمني بالهاتف في شأن ثقافي بمعنى خذ هذا القرار أو لا تأخذ هذا القرار به. أتحمل مسؤوليتي في كلات ولم ألتقي بأي شخصية حزبية بما فيها الترويكا في مكتبي في مكتبي في مكتبي التقيت بأعضاء المجلس التأسيسي ويعرف تماما مدام سلمى بكار سي عبد السلام شعبان الشاعر مراد العمدوني وعدة أشخاص هذي من واجبي أني ألتقي بأعضاء المجلس التأسيسي من واجبي أن ألتقي ولكن شخص حزبي يؤاخذني ويفرض علي أنه أحضر في كان ولا هذا اعتبرته خطأ ارتكبته غرفة المنتجين وارتكب الحزب كذلك ما تحسش حتى الحزب مسؤول بشكل قد يكون بشكل قد يكون الحزب هو العصا اللي ولذلك ولذلك لم وصفتي هذا وقت يعني درسنا الأمر خيرنا أن لا نتوجه للحزب وراسلت غرفة المنتجين هم يقول كتبنا الوزير وفاجأنا ولكن أنا لم أكاتب ولم أرسل لغرفة المنتجين إلا كرد فعل عن توجيه رسالة من هذا الحزب في شأن ثقافي يهم وزارة ويهم المنتجين تتفهم الغضب نتاعهم على الوزير ولا ليه؟ لا أتفهم هذا الغضب علاش؟ علاش؟ لأنه هذا الغضب غضب مبالغ فيه أولا غضب فيه مغالطة للرأي العام وهناك خلط بين القرية وبين سوق الفيل هذا اللي واضح هو إبراهيم الطيب وسيعقب عليه سي فتحي المدير العام يريدك تخلي يريدك تخلي سي فتحي برك خطر معناتها كي تقدم سي فتحي برك خطر انا حتى التو مخلي اسم مدير الدورة الحالية لمهرجان كرتاج مفاجأة للناس لانه عندنا خمسة فتحي فتحي الهداوي فتحي الخرات فتحي كوشيد عندنا ثلاثة مديرين عامين بالفأنا ديما خلو سي فتحي سي فتحي حتى لي نقدم في انتظار فما فتحي آخر جاي راهو في خليه تويكا معناتها في الظل شوية أوكي أوكي قالوا أنه فما داخل وزارة الثقافة ما سموه بمسؤولي ومستشار الظل اللي حركوا الوزير أنا سأكون معك صريح وواضح سي فتحي الخرات المدير العام لإدارة السينما هو مستشاري المفروض على فكرة أنا في الديوان جبت مستشار في التراث جبت مستشار في الفنون التشكيلية ولثقتي في السينما لم استدعي ولم أرى موجبا لتعيين مستشار في السينما شكون ما سيدي مستشاري الظل يا أما أنه فتحي وهذا من حق ومن حقه أن يكون مستشارا للوزير في مجال السينما ويقصد زوز شخصية السيد طارق بن عمار الذي زارني في مكتبي وسي علي العبيدي الذي زارني في مكتبي وهذا عبرت عليه في الصحافة المكتوبة وقلت استقبل السيد وزير الثقافة فلان وفلان لا أحد يحق أن يملي على الوزير من يستقبل في مكتبه ومن لا يستقبل وحينما قابلت علي العبيدي وهو على خلاف مع إدارة السينما مثلا أنا أقول لك هذا من حقي باش أي مواطن تونسي باستطاعتي وبقدرتي وبإرادتي وبرغبتي أن أحدد مبدأ اللقاء بل أنا مفروض علي كمرفق عمومي أسر على مرفق عمومي أن أقابل جميع الناس مع الوزير كي قابل طارق بن عمار ولا قابل علي العبيدي معناه هو راه مستشاري هو اللي يملي عليه في قراراتي هذا يستحيل شوفوا معناتها انا سالت معالي الوزير شنو اللي تقال بالنسبه للعناوين نتاع الصحف وحتى الندوه الصحفيه كلها مشات تقريبا مش كلها معناتها الاغلبيه مشات معناتها انت عدو السينما انت ضد الابداع موقف هذا يمس بحريه الابداع وتحرمنا من جناح اللي هو مكسب وانت جاي لهنا باش تضيق على الصحفيين على السينما بالفعل انا جاي من تورا بورا يعني أنا جاي من تورا بورا بالنسبة لهؤلاء وهم جايين من ما بعد الحداثة هذا قريت المقال أنت عدو السينما كوثر الحكيري نقولها الزميلة اتقي. أي مش زميلتي أنت زميلتك أنت كوثر الحكيري قولها اتقي أخلاق المهنة فيما تكتبين لكن هي كتبت رأيها مع الوزير أي أنا أقولها احنا احتفلنا باليوم العالمي لحرية الصحافة
واليوم العالمي لحرية الصحافة ينسوا. التقية هل هذه فيها تهديد مع الوزير؟ لا لا بالعكس. خلينا نوضح. لا 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 نقولها نقولها بمناسبة اليوم العالمي للصحافة نهناها ونقولها راهي حرية الصحافة تقتضي أيضا التقيد بالأخلاق والديونتولوجيا المهنية لا ديونتولوجيا بروفيسيونيل. صحافي حر ونزيه، إذا كان حر وغير نزيه فليراجع نفسه كهو. شادي الورداني نقول له السيد الأصفر متاع الورداني توفي رحمه الله، لأن أنا نرجو أنه سي محمد يفهمني جيدا. أنا ما فهمتكش مع الوزير تحكي بالألغاز بالنسبة لي وإذا كان يعني نحس روحي أنا مانيش فاهم معناتها نقول له فما أقلام موجهة ضدك، موجهة ضد شخصك بصراحة وقت الأزمة هذه ظهروا. فما أقلام يحز في نفسها أن لا تكون على موائد مهرجان كان. واضح واضح به. الصحافة هذه جاتك بمجموعة من النعوت، ثم الهدف الأساسي كان لأغراض انتخابية، هكا حكيت معناتها أغراض انتخابية. البارح اتصلنا بالسيد نجيب عياد قال معناتها راهو ما عادش موجود في الهيئة، وقال إنه معناتها الحاجة كيف الأمور هدات وراضت. إذا كنت تهدى الأمور وتريد نجم نربطه ما بين اللي صار والنتيجة، معناتها ما هدات الأمور إلا وقت اللي طلعت نتائج الانتخابات. قد تكون هناك علاقة سببية. علاش تستعمل في أسلوب الشك قد مع الوزير وأنت قد عندك من الذكاء والنباهة ما يخليك تستنتج استنتاجات؟ أكيد حلقة. أكيد أن الهيئة القديمة حبت تلعب هذه ورقة انتخابية، ولكن كما قلت معناها ليزيفي بيرفير معروف في المجتمع، ليزيفي بيرفير معناها آثار عكسية، ويبدو أن ما لا أزعم أنه إحدى الآثار العكسية للحملة الانتخابية الموهومة والمبالغ فيها والميشة حقيقية، وستثبت الأيام القادمة على أننا أكثر إصرار على حضور مشرف في مهرجان به كان أنا. كيف وحيثيته لن يكون إلا مع شركائنا الحقيقيين اللي يؤمنوا أن هذه الوزارة تدعم السينما وهي أكبر داعم لحرية السينما. مع الوزير أنا باش نحاول نكون نبسط أمور أكثر، تو باش نخلي الخلاف على شيرة باش نمشي باش نكون عملي أكثر. سناب باش نشاركوا في كان ولا لا؟ باش نشاركوا في كان. الجناح اللي ألغي شو مصيره؟ هل ستتراجع فيه ولا ماكش باش تتراجع فيه قرار الإلغاء؟ نحن سنحضر يعني بقطع نظر عن الجناح. أعطيني الجناح. الجناح 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 بكراس شروط واضحة وبسيادة وزارة الثقافة على جناحها. حددت شروط يوم الاثنين هناك بعض التفاصيل مع غرفة المنتجين، راجعين لغرفة المنتجين من جديد بهيئة جديدة منتخبة. نحن نمد يدينا. أنا قلت لك بالنسبة للتونسي، بالنسبة لجمهور كارتا الجمهور كان، إذا ما ذهبنا إلى الجناح سيكون علم الجمهورية التونسية يرفرف، ووزارة الثقافة مكتوب بالأبيض يعني نوار سور بلون وزارة الثقافة، وصفتها يعرف تماما أنه هذا كان غائب غائب تماما. معالي الوزير، علم الجمهورية التونسية ووزارة الثقافة حاجة باهية، لكن المحتوى والوظيفة والرسالة اللي نحب نقدموها من الجناح هذايا، هذه المشكلة. أنا اليوم نقرأ في جريدة الأنوار، أكيد أنك اطلعت على مقال هبط اليوم في جريدة الأنوار، معناتها قالك أنه الجناح هذايا باش يشربوا فيها حشاكم البيرة وباش يسوقوا فيه زعما صورة تونس، تلقى أربعة من الناس معناتها يضحكوا يلعبوا، وهو معناتها مخجل، وأنا شاهدته بعيني ما أقولك إياه. معناتها لهنا نحط يدي في يد زميلي متاع جريدة الأنوار. أنا ما شفتش. أكيد أنه وصلوك. شفت أي. أكيد أنه أولاد الحلال وصلوا لك. باي تحب نزو ما سافي نحطه حلال. معاني الوزير. لا 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 كيف ستكون الصيغة الحالية يعني لهذا الجناح؟ إذا ما أقيم مهرجان علش جملة شرط، أعطيني إحنا شنو باش نعملوا في هالجناح هذا يا هادي؟ لأنه يعني أمس تم تصعيد هيئة منتخبة جديدة، اليوم استقبلت أعطيني رؤية الوزارة. أنا يعني أنا أميل
وقد عبر شركائنا والغرفة وبقية كذا كذا عن حرصهم على تجاوز الأزمة والذهاب معا إلى مهرجان كان بشروط دقيقة واضحة يبقى المحتوى. أنا ما هذه حياة الناس أنهم يشربوا ولا ما يشربوش. لا لا فضاء بأموال عمومية يمشيوا نفس الوجوه نفس الأسماء. لن يكون هذا. الأسماء ستحدد على قاعة الجدارة على قاعة المشاريع على قاعة كذا كذا كذا، وبالأساس ستكون المادة السينمائية حاضرة ولا تنسى أننا سننظم بعض أشهر يعني أيام كارتاج السينمائية اللي سي محمد المديوني سيكون من الوفد، وسي محمد المديوني يذري لهم الترويكا ولا عنده علاقة بالتورا بورا اكزاكت. لا بالنسبه للعباد اللي تصور انه وزير هذا جاي من التعيين نتاع مدير مهرجان ايام قرطاج السينمائيه، نرجعوا له بعد شويه، فقط ناخذ ترتيحه ونعاودوا نرجعوا نكملوا حوارنا. خليك معايا معالي وزير الثقافه يعني حبيت نقول التراث هي فرصه مهمه جدا للاطلاع على الافلام التي قد ندعوها الى ايام قرطاج السينمائيه في الدوره القادمه. وهذه الجمله اللي حبيت عليها سي مهدي مبروك.